يعني يأتي هذا المعرض في فترة إحنا بأمس الحاجة إلى إعادة العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا. اليوم إحنا جايين بمناسبة افتتاح المعرض الأردني للتجارة والخدمات، والحقيقة أكثر من 60 شركة ومؤسسة أردنية تشارك في هذا الاحتفال، وإن شاء الله تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بين سوريا والأردن، ونتطلع إلى مزيد من هذا التقدم في هذا المجال إن شاء الله. هاي أول مشاركة لنا للمستشفى، ومبسوطين إن شاء الله بالمشاركة. بنتمنى أن يكون في فتح لسبل التعاون للمستشفى. إحنا إن شاء الله خلال مشاركتنا بهالمعرض نرجع نحيي كل اللي فات وكل التجارة اللي كنا متعودين عليها من قبل، ونرجع نفتح الأسواق من جديد، ونحيي إن شاء الله يا ربي هالبلدين تجاريا وسياحيا وسياسيا إن شاء الله. احنا جايين اليوم نعرض موضوع الطاقه المتجدده في الاردن. طبعا الطاقه زي ما هو معروف انها بتوفر كثير، خاصه بين قطعات الكهرباء الموجوده في سوريا. احنا بنكون يمكن نقدر نساعد في موضوع الطاقه المتجدده انها تصير على يعني ان الطاقه تكون موجوده ومو بحاجه لنفط او مو بحاجه لغاز. اليوم احنا مقاولنا الاردني بيجي علشان يعمل تشاركيه بينه وبين المقاولين السوريين بعد ما تمت زياره معالي وزير الاسكان السوري. الهدف من المشاركه من المعرض استقطاب شركات جديدة برضو بسوريا. مرينا بفترة تجربة كثير ممتازة لتجارة الترانزيت من الأردن لسوريا. يشرفنا أنه إحنا اليوم بنشارك في هذا المعرض. هذا المعرض في أرض سوريا، أرض سوريا الحبيبة. نقدم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأشقائنا السوريين والمرضى السوريين، وإحنا اليوم عم نطرح فكرة ألا وهي التبادل المهني بيننا وبين المستشفيات والقطاع الخاص أيضا والقطاع الحكومي في القطر العربي السوري. كتير بيشرفنا أنه نشارك بهذا المعرض ونعود لبلدنا الثاني بسوريا بعد فترة انقطاع طويلة، وتعيد المشاركة في المنتجات السورية الأردنية، أنه نتبادل هاي الخبرات مع بعض سواء بالمجالات الطبية أو المجالات المنتجات الأكل والمستلزمات الصناعية اللي بين الأردن وسوريا.